بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في رحلتنا في كورس الـ CCIE مع بروتوكول الـ OSPF مع النقطة 21، وهي الـ OSPF Internal Summarization. لما نيجي نتكلم على الـ Summarization مع الـ OSPF، طبعا هيبقى في اختلاف كبير ما بين الـ OSPF والـ HRB من حيث نقطة الـ Summarization. The HRB is really flexible regarding the summarization. The OSPF مش flexible. انت الـ HRB تقدر تعمل summarization تحت اي interface انت عايزها، لكن في الـ OSPF انت ما تقدرش تعمل summarization الا في نقاط معينة او في مناطق معينة، وهي عند الـ ABR وعند الـ ASBR location. فالـ internal summarization بيبقى هنا على الـ ABR. فزي ما قلنا ان انت في الـ internal summarization اللي هو السمري من area الى اخرى، وده طبعا عملية لازم تبقى موجودة طالما هعمل hierarchical design وهعمل اكتر من area. فبالتالي محتاج ان انا في كل area عشان limit الابديت او اعمل تحجيم للابديت inside the area، انت محتاج تعمل summarization على مستوى الاريا، وما تمنع الابديت ان هو يطلع على وتمنع الابديت ان هو يطلع من اريا لاريا اخرى. طيب تعال نشوف هنا، انا عندي اريا 64، اريا 0، اريا 52، او خلينا نعملها حتى على التنل. هفترض معاك ان راوتر 7 قايم على التنل ما بين 7 و9 و10 و8. اللينكه دي مش موجوده، هنقفلها. واللينكه دي هنا موجوده في اريا مختلفه، وليكن مثلا اريا 307، وهنكرييت اكتر من مجموعه شبكات لوب باك على راوتر 300، ونشوف ازاي بنعمل السمري على الاي بي ار بتاعي. خليني اجي على راوتر 300 هنا. نضفنا كام لوب باك دلوقتي؟ دي شو اي بي انترفيس بريف، كمان دي شو اي بي انترفيس بريف. نعرف كل شيء وانت الموضوع، نعرف كل شيء. ايه بالظبط، 0.0.0. بس انا محتاج برضو اقول له انترفيس عشان انا عايز الشبكات تظهر بالسلاش بتاعها، لان الاو اس بي اف بيعامل اللوب باك ان هي ستوب هوست، فانا مش عايز ده. انترفيس لوب باك رينج لوب باك 100 to 106 IP OSPF network point to point. وبعدين IP OSPF احنا في اريا كام دلوقتي؟ وليكن 3 4. انت خبر اي اريا؟ اي اريا مثلا 307 OSPF اريا 307. اوكي هاجي على 7، اغير الاريا تايب هنا of T interface is 0 to 2. IB OSBF 1 area 307. Do show run interface 307. يا هنا محتاجين 02 تبقى في اريا كام؟ 307 ايضا. Now you should have successful adjacency. Router 7 دلوقتي شايف ايه من الراوت؟ Do show IP route OSPF. الاحظ ان انا عندي مجموعة شبكات في اريا 307، وبما ان راوتر 7 بارت في اريا 307 فهو عنده السبيسيفيكس بتاعتهم، وهي سلاش 24. عندي 6 شبكات كاملين منفصلين.
انا دلوقتي راوتر 8 على سبيل المثال، شايف الابديت ده ولا لا؟ نشوف هنا شو اي بي راوت اس بي اف، المفروض ان انا شايفهم as an inter area route. So we need to summarize all of these because summarization has its benefits. انت لما بتعمل summarization بيبقى ايه اللي بتستفيده؟ ان انت بتقلص حجم الايه؟ الراوتنج تيبل انتريز. ولو في شبكه وقعت هنا في الحته دي مش محتاج ان الابديت يفلد يروح من اريا لاريا، لان انت ايه؟ باعت اوريدي السمري. فالسمري بيسبريس او بيحجب كل الايه؟ السبيسيفيك ابديت، يعني السبيسيفيك ابديت يجري ويرن داخل الاريا لكن ما يطلعش من اريا الى اخرى. اوكي؟ يبقى انا هستبدل كل okay. دول، هستبدل كل دول بايه؟ بجاست وان انتري. وان انتري، وان سبيسيفيك انتري على الاي بي ار هيلخص كل الابديت بتاع الاريا 307 في ادرس واحد فيما يخص الشبكات اللي بتبتدي ب 130 30. Right. So على راوتر 7 ازاي بتعمل الانترنال سمرايزيشن؟ دايما الانترنال سمرايزيشن من اريا الى اخرى بيحصل على الاي بي ار على مستوى الجلوبال بروسيس. نو نوت اندر ذا انترفيس لوجيك، اتس اندر ذا جلوبال بروسيس. كالتالي بقول له راوتر او اس بي اف 1 اريا 307 range وابتدي الخص دول. لو قلنا او لو قصدنا السبيسيفيك سمري ليهم يبقى سلاش كام؟ التغير هنا يحدث في انهي اوكتت؟ الاوكتت الثالث. ثالث الاوكتت الثالث. لو جيت انت فارد الماجيك نمبر اللي هو الواحد والاثنين والاربعه والثمانيه، اي رقم في الماجيك نمبر يستوعب هذا التغيير او يحتوي داخله على الرقم من 0 ل 6 8، يبقى اخر واحد عندي في السب نت ماسك يبقى 1 واللي وراه زيرو 0. يعني الاربعه 0 والواحد والاثنين 0 والواحد 0. يبقى انت عندك الاوكتت الاول 8 وحايد، الاوكتت الثاني 8 وحايد، كده 16 و 5 وحايد و 5 وحايد 16 و 5 سلاش 21. يبقى اقول له اول اوكتت وثاني اوكتت 0 0 هنا، والماسك ال 21 تبقى كام؟ 248. الله يفتح 248 دوت 0. في الحاله دي راوتر 7 يقوم ملخص كل دول في الاي بي ده سلاش 21. يبقى لو رجعنا لراوتر 8 ثاني قلنا له دول شو اي بي راوت اس بي اف، نلاقي انه العدد تقلص لايه؟ لمجرد شبكه واحده ميجور عندي سلاش 21. اي تغير، اي وقوع، اي ابديت في الموضوع في المجموع الشبكات دي هنا، الابديت يسري فقط في الاريا لكن لا ينتقل من الاريا 307 الى الاريا 0 ومنها الى اريا اخرى والى اريا اخرى. النقطه اللي لازم ناكد عليها هنا ان الانترنال سمرايزيشن regarding the OSPF it's happening on the ABRs, just the ABRs. انت ما تقدرش تعمل summary ابعد من ال ABR وال ASBR زي ما هيجي بعد كده وهنشوف. هل النقطة دي واضحة يا علي ولا في أي إشكالية فيها؟ واضحة. اوكي.